نبقى في بريطانيا لكن من زاوية أخرى تماما. لم يعد اهتمام البريطانيين بفنون الشرق يقتصر على الإقبال والمشاهدة والاستمتاع بجماليات هذه الفنون فقط، تخطى ذلك إلى تبني تقديم هذه الفنون وحتى احترافها كمهنة. فرقة فنون البريطانية تضم عشرات من الراقصات البريطانيات اللواتي يطفن بعروضهن مدن البلاد المختلفة ويشاركن في مهرجانات عدة يحاولن خلالها التعرف والتعريف بالشرق من خلال فنون الرقص المتنوعة وتقديمها بشكل لائق يعكس عراق التراث وفنون هذه البلدان. سوزي وايت راقصة ولدت ونشأت في بريطانيا. لكنها اختارت منذ سنوات قليلة الانتقال إلى عالم الأنغام المشرقية. أسست الفرقة منذ نحو 3 سنوات ونحن نحاول استقدام رقصات متنوعة من المشرق لتعزيز معرفة الجمهور بالأسلوب الفلكلوري عوضا عن الذي نراه في الملاهي. الجزائر والمغرب ومصر وليبيا وتونس ولبنان والعراق، فنون العربية فرقة تبني جسرا مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الفكرة أتت ثمرة الحب كما تقول الراقصات للرقص الشرقي بأنواعه مختلفة. نكرس اهتماما شديدا بهذا النوع من الرقص. نحن نحب الشرق الأوسط ونريد حقيقة أن نسير في هذا المشروع، وهذا ما نقوم به لنشر هذه الثقافة من حولنا. منذ تأسيسها حرصت فرقة فنون على تقديم العروض بصورة محتشمة لإخراج الرقص الشرقي من ابتذال النوادي الليلية كما يقولون. أزياء ومجوهرات وتدريب استغرق أشهر. الغربيون ليسوا اليوم مهتمين بالفنون الشرقية وحسب، وإنما باتوا يتبنونها تماماً كما يفعل الشرق منذ عقود بالموسيقى الغربية. نضال أبو مراد، BBC. طيب، تقرير نضال أعطانا فكرة ربما عن طبيعة والطريقة التي تم بها إنشاء الفكرة وهذه الفرقة وفكرتها على وجه التحديد، لكن أريد أن أعرف المزيد من التفاصيل من مؤسسة الفرقة، مؤسسة فرقة فنون الاستعراضية، الفنانة نوارة تنضم إلي من ليدز. نوارة أهلا بك. نضال ربما أعطتنا فكرة كيف بدأت الفرقة، لكن كيف تقبل المشاركون في الفرقة هذا اللون من الفنون الذي يبدو غريبا عن المجتمع البريطاني، أليس كذلك؟ طبعا الفرقة تأسست بقالها 3 سنوات وابتدينا، وأنا شخصيا يعني لقيت المزيكا العربية أو الموسيقى العربية بصفة عامة محبوبة جدا من طرف الغرب ومن طرف الإنجليز بصفة خاصة. لقيت ناس سمعين لأم كلثوم، لعبد الحليم حافظ، لعبد الوهاب، متنغمين للنغمات العربية حبوها. ومن هناك فكرة الفولكلور، يعني نطلع الرقص الشرقي من أماكن اللي اعتدنا عليها إلى فولكلور على مسرح. بس ده إلى درجة أنك حتى لا تستطيعي أن تقولي أن هؤلاء إنجليز أو ليسوا عرب.
لا هم الفرقة كلها إنجليز. الفرقة أنا العربية الوحيدة. الفرقة كلها إنجليز. يعني فرقة 22 واحدة كلهم إنجليز. كلهم بريطانيات قحات محض من بريطانيا هنا. بس تحبوا الرقص. حبوا الحركات. حبوا النغمات. دربوا عليها. المجهود اتعمل. يعني عملنا مجهود. كان مجهود شاق جدا. بس اتعمل. بس حبهم. معرفتهم للتراث العربي زاد فينا احساس وزاد فينا همه ان يعني نقدم اكثر واكثر واكثر. وهذه نقطه مهمه نوارا، لان الامر ليس فقط رقصا شرقيا طبعا. على الاقل من اللقطات التي تابعتها هو فولكلور وتعريف بالثقافات اكثر. أكيد. اليس كذلك؟ اكيد اكيد هو فولكلور عربي محض. هو ما هوش يعني رقص نقص ليلي ولا لا، هو فولكلور عمل بازياء تقليديه محضه. عملنا رقصات من المغرب، قدمنا رقصات بربرية، صحراوية، شمالية، رقصات ليبية من الهجالة. يعني تراث عربي محض. هادو الناس بس ما مش عاوزين ما حبوش بس يعرفوا البدل والحاجات الليلية والملا، لا حبوا يتعرفوا على الفولكلور الأصلي العربي. طب الجمهور هل شعر بالارتباك عندما يرى مجموعة من الإنجليز يؤدون هذه السكتشات أو الرقصات الشرقية تماما؟ لا بالعكس، كان افتخار. كان افتخار للكالية العربية الموجودة هنا في بريطانيا أنها تجي تشوف يعني جمهور أو راقصات بريطانيات يؤدين الرقص العربي على أحسنه، يعني بامتياز بامتياز. طبعا المجهود يعني وصلنا للدرجة هذه ما كانش سهل. كان مجهود وتدريبات مكثفة تقريبا يوميا على النغمات. ادينا شرح الكلمات يعني الأغاني معناها، ادينا الأحاسيس، وطبعا دربنا الخطوات. زي ما قلت يعني المشهود كان صعب صعب جدا، بس الحمد لله الحمد لله كنا موفقين. انا ارى ايضا ان هناك مناقشه لموضوعات انيه مثل التحرش مثلا في واحد من السكتشات يا نوارة، كيف تختارون الافكار؟ لا بس هي على حسب الاغنيه. خدنا طبعا على الاغنيه على حسب الكلمات. الاغنيه جسدنا كاريكاتير ولا جسدنا يعني طريقه تمثيليه مبسطه شيئا ما ساخره بالتابلو، يعني بالتابلو بس سكتشز يعني على حسب الاغنيه. الاغنيه هذيك اغنيه شعبيه مصريه طبعا، حاولنا نمثل واحنا بنرقص كمان. نوارة شكرا جزيلا. نوارة شكرا. مؤسسة فرقة فنون الاستعراضية كانت معي مباشرة من ليدز. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مع السلامة. هكذا ينتهي العالم هذا المساء لهذه الليلة. غدا في ذات الموعد لقاء جديد. تحياتي وإلى اللقاء.